تقريبا هو في شركات كان كتير مشاركة، ولكن جائحة كورونا خففت من هالشركات هاي. نحن عاملين دور احترازي قوي جدا طبيا وتعقيمات، وشركات خاصة يعني للتعقيم بالنسبة للمعرض. والمهرجان طبعا بيحوي سوق تسوق، يعني هو منه من الألبسة الغذائية، المنظفات، الكماليات، المفروشات، هذا كلياته تقريبا عملناه نحن قبل شهر رمضان المبارك مشان لصالح المواطن وصالح الشركات يتعرفوا عليها هنين في هذا المهرجان معرض سليمانية. نحن سعيدين لأن أول مرة نتشارك بهالمعرض، وهالمعرض كل شجعنا، يعني شجعنا على نفتح هاي البراند. نحن كبراند نية عندنا أدوات التجميلية للنساء وللرجال، وموادنا كلها طبيعية، المواد الطبيعية بإقليم الكردستان، ماكو أي مواد كيميائية فيها. احنا بالنسبه للشركه زير صار لنا مرتين، يعني صار لنا ثاني مره نشارك بمهرجان ربيع في معرض سليمانية، واحنا الغرض المشاركه بانه نوصل البضاعه من الشركه الى الزبائن. والله بالنسبة لنا المعارض مهمة في إننا يعني بنقدر نوصل لأماكن مش هنوصل لها بالبضاعة بتاعتنا وإحنا موجودين في مجرد مصر. يعني إحنا ممكن نعمل معارض في مصر وبيجي لنا وكلاء من العراق، بس مش شرط إنه ياخد المنتج بتاعنا. فوصولي أنا للمعرض بالمنتج بتاعي ده بيكون نقطة كويسة جدا، لأن الحمد لله يعني شغلتنا بتعجب الشعب العراقي سواء في كردستان أو في العراق في بغداد، فالمنتجات بتكون مطلوبة. فالمعرض طبعا فرصة كويسة جدا إن احنا نوصل منتجاتنا لكل الدول. يعني